بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوفوا القناه، لو سمحتوا اضغطوا اشتراك ولايك وشير للفيديو فضلا وليس امرا. مثل ما انتم شايفين اليوم مسويين وصفه مميزه هتوفر عليك كتير جدا. كلنا اكيد بنحب المشويات وبنحب دبس الفليفله اللي هو بيبقى مع الخبز او المناقيش، اللي هو دبس الفليفله الحلو مش الحار، بالطريقه السوريه والتركيه، يعني هم متقاربين. واهم حاجه ازاي نحفظ مثل ما انتم شايفين اللون احمر وتحفه، وهنشوف هنطلع شوف دلوقتي بالمعلقه ونشوف. يا ريت ما تنسوش بدعم الفيديو باللايكات والشير، اتمنى لكم فرجه ممتعه للفيديو. خلينا نبدا المقادير. كمان اصحابي حبيت ارويكم كمان شويه دبس فليفله اهو، شايفين اللون تحفه احمر ما شاء الله، مش غامق ولا اي حاجه زي ما بناخده في المطاعم السوريه والتركيه. يا رب الفيديو يعجبكم، لايكات وشير للفيديو، اتمنى لكم فرجه ممتعه للفيديو. خلينا ننتقل لا اصحابي بمقادير دبس الفليفله التركي او السوري، هما الاثنين الطريقه تقريبا مختلفه. معانا طبعا فلفل احمر حلو اللي هو البابريكا، واللي يحب يضيف فلفل حار ممكن كمان. هنبدا نقطع الفلفل بتاعنا اهو مثل ما انتم شايفين كده، هشيل اللي هو الجزء هذا الداخلي اهو بايدي حتى او بالسكين، مش بالسكين يعني اهو، وهنزل كل البذور ونقطع الفلفل كده لقطع مستطيل اهو. لو انت هتعمليه في مفرمة هتقطعيه كده عادي، لكن لو هتقطعيه في لازم فود بروسيسر، ما ينفعش خلاط. لو في الفود بروسيسر هتقطعيه مكعبات، انا عشان هعمله في مفرمة اللحمة فقطعه كده، هقطعه كامل ونرجع نشوف الخط. هنا اصحابي مثل ما انتم شايفين انا قطعت الفلفل اهو ونضفته وحطيت المفرمة، هنبدأ نفرم مع بعض. طبعا لو ما عندكيش المفرمة في الفود بروسيسر، خلاط لا، الخلاط ما ينفعش، يا كبه او فود بروسيسور او مفرمه لحمه. الخلاط هيخليه ميه ومش هيبقى، هيبقى عصير معاكي، مش هيبقى دبس فليفله او معجون الفلفل. انا اصحابي انا بحط الفلفل اهو وبسويه في مفرمه اللحمه مثل ما انتم شايفين اهو، هنشغل اصحابي. هكمل انا بقى كل الكميه بنفس الطريقه ونرجع نشوف عشان صوت المفرمه. الحين اصحابي مثل ما انتم شايفين فرمنا كل الفلفل وفي نسبه ميه، الميه دي هي اللي بتعطي النكهه، لا تحاولوا تتخلصوا منها. الحين هحطه على الغاز 10 دقائق يغلي، وبعدين لازم نهدي النار تماما، هياخد من ساعتين لثلاث ساعات على دول حوالي تقريبا يعني 4 كيلو الا ربع تقريبا، يعني او من ما بين 3.5 ل 4 الا ربع يعني تقريبا. هحطهم على النار يغلي 10 دقايق الحين اصحابي هيبدا يغلي، هخليه بس يغلي بقوه لمده 10 دقايق، وبعدين لازم تكون النار هاديه تماما حتى يبدا يجف، عشان احنا بنجففها وننشفها عشان تفضل معاكي لمده عام باذن الله ربنا، احيانا ان شاء الله. ف 10 دقايق على نار عاليه اهي، شايفين بدات تغلي من الاطراف مثل ما انتم شايفين، وبعدين ههدي النار عليها وكل ساعه هرويكم النتيجه المرحله بتاعتها وصلنا لحد فين. الحين هنتظر كمان 5 دقايق وبعدين ابدا اهدي عليها النار ونشوف المراحل. الحين اصحابي هيبدا يغلي، هخليه بس يغلي بقوه لمده 10 دقايق، وبعدين لازم تكون النار هاديه تماما حتى يبدا يجف، عشان احنا بنجففها وننشفها عشان تفضل معاكي لمده عام باذن الله ربنا، احيانا ان شاء الله. ف 10 دقايق على نار عاليه اهي، شايفين بدات تغلي من الاطراف مثل ما انتم شايفين، وبعدين ههدي النار عليها وكل ساعة هرويكم النتيجة المرحلة بتاعتها وصلنا لحد فين. الحين هنتظر كمان 5 دقايق وبعدين ابدأ اهدي عليها النار ونشوف المراحل. الحين اصحابي هذا بعد مرور ساعة، شايفين لسه طبعا في نسبة مية عالية، النار هادية جدا، وكل يعني ربع ساعة 10 دقايق بنقلب فيه، وشايفين اللون ما شاء الله تحفة، ما بيتغطاش لان احنا نريده يتبخر، ما بيتغطاش. لو غطيتيه اولا هتفقدي اللون الاحمر وهياخد منك وقت اطول عشان مش هيتبخر. فعلى نار هادية هذا النتيجة بعد ساعة، هرويكم بعد ساعة. هنا اصحابي بعد مرور تقريبا ساعتين شايفين الكمية قلت اهي خالص، بس طبعا لسه فيها مية ولسه محتفظين باللون الاحمر مثل ما هو، بس لازم الماي هذا كله ينشف. شغالين على نار هادية
وهنخليه هو بياخد وقت حوالي 4 ساعات على النار، فعشان كده هتيجي 5 6 كيلو عشان يبقى تعملي بالمرة بقى، يعني هنعمل فترة طويلة، فتعملي كمية بقى تقضيكي سنة اهو. لسه طبعا نريد الماي هذا كله يجف تماما، وهنخليه هرويكم الخطوات مرحلة مرحلة ان شاء الله. ده كده الكمية هذه اهي مثل ما انتم شايفين، بعد ساعتين اهي خفت، يعني كانت الاول اكتر من كده، بتبدأ كل شوية الماي بتخف ما بنغطيش، لسه حتى الماي يجف تماما اهو. هنشوف بعد ساعتين الحين اصحابي مثل ما انتم شايفين، هذا بعد مرور 3 ساعات خلاص احنا بننشف اهو، شايفين نسبة المية قلت خلص، بس لسه طبعا على نار هادية وايدك فيها كل 10 دقايق كده عشان ما تشطش منك من تحت، وتستخدمي حلة تكون كويسة عشان ما نضيعش كل المجهود اللي احنا سويناه. شايفين هي النسبة قلت خالص اهي، شايفين اهي، باقي بس شوية هنكملها على نار هادية تنشف، وبعدين نشوف بقى كيف هنشوف الشكل النهائي بتاعها وطريقة حفظها ان شاء الله. هخليها شو هي قدامها كمان حوالي نص ساعة بساعة الا ربع بالظبط على النار هادية تجفف بقية المية، ونشوف ازاي. هنا اصحابي خلاص فاتوا ال4 ساعات اهو على نار هادية، اعرف من فين ان هي جاهزة، شايفين لما بعمل كده مفيش مي بينزل اهو، مفيش، شايفين الحلة بتفضل نظيفة اهو، مفيش اي مي اهي مثل ما انتم شايفين كده صارت جاهزة. وشايفين اللون ما شاء الله حافظنا على اللون احمر زي ما هو، مغمقش ولا اي حاجة اهو، شايفين استوت تماما ما فيهاش اي مية. الحين بقى هنشوف، هخليها بس تهدى شوية ونشوف طريقة الحفظ. الحين اصحابي هذا دبس الفليفلة بعد ما استوى خالص اهو، ولازم يعني احنا سيبناه ما يكون بارد، لا يكون يعني بس تهدى الحرارة شوية. الحين هنضيف عليه 3 ملاعق ملح خشن اهو، ولازم يكون ملح خشن افضل، وتلات بملاعق الاكل اللي هي معلقه الاكل العاديه بتاعتنا هذه، و3 معالق خل ابيض. ده هو عامل الحفظ بتاع الدبس الفليفله او معجون الفليفله علشان ما يعفنش منك ويقدر تخليه بره الثلاجه لمده سنه. هقلبه لحد ما الملح يدوب خالص، ومجهزه طبعا برطمان معقم ومخسول وافضيه فيه ونرجع. الحين اصحابي هذا دبس الفليفله بعد ما استوى خالص اهو، ولازم يعني احنا سيبناه ما يكون بارد، لا يكون يعني بس تهدى الحراره شويه. الحين هنضيف عليه 3 ملاعق ملح خشن اهو، ولازم يكون ملح خشن افضل، وتلات بملاعق الاكل اللي هي معلقه الاكل العاديه بتاعتنا هذه، و3 معالق خل ابيض. ده هو عامل الحفظ بتاع الدبس الفليفله او معجون الفليفله علشان ما يعفنش منك ويقدر تخليه بره الثلاجه لمده سنه. هقلبه لحد ما الملح يدوب خالص، ومجهزه طبعا برطمان معقم ومخسول وافضيه فيه ونرجع. هنا اصحابي بعد ما عبينا دوبنا اتاكدنا ان الملح والخل دوبناه كويس في دبس الفليفله وعبيناه في البرطمان المعقم، هنضيف على الوجه شويه زيت زيتون كده عشان يحفظوا لي الوجه، وكده يجلس معاكي لسنه خارج الثلاجه ما يتخرب ولا يجراله اي حاجه. وعايزه اراويكم اللون تحفه ان شاء الله، يا رب النهارده خليكم معانا نشوف اللون. واهم حاجه لايكات وشير للفيديو لو سمحتوا، فضلا وليس امرا دعما للقناه، لايك وشير للفيديو، خليكم معانا نشوف. هطلع لكم جزء عشان تتاكدوا كمان، شايفين هو اللون اصلا ما غيرش الحمد لله. لايك وشير للفيديو، وانتظرونا في فيديوهات كتير جايه كتير. كان معاكم مطبخ دهب، اشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم. هذا اصحابي شكل الدبس اهو، لونه احمر زي الفل. اهم حاجه تحطيه سخن في البرطمان وتضيفي عليه زيت الزيتون ويتقفل على طول البرطمان وهو سخن، هذا اللي بيعمل عمليه الحفظ. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايكات وشير للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، واشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.